أنا أنصحكم وأنصح أخواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل. وما كان نجاحك من صدفة، ولكنها رحلة متوجة بالعزيمة والإصرار للوصول للقمة، وليس أقل من القمة. فنجاحك ليس وليد اليوم أو أمس، نجاحك وليد الصعاب والتحديات في كافة المجالات. بصمتك ملهمة، فأنت قائدة، فنانة ومؤثرة، أنت أم ساندة وداعمة، أنت بنت الإمارات، وأنت مستقبل أجيال الاتحاد ومن ريبورتاج العقارية لكل إماراتية. كل عام وأنت فخر لنا ولبلادنا.